مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه في بدايه حلقه جديده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم في بدايه حلقه وبدايه اسبوع بعتقد يعني ان احنا نبقى متفقين انه ممكن يكون الاهم على الاقل في كل اسابيع الدور الاول. ليه؟ طبعا عندنا ماتش بكره الاهلي واسوان هنتكلم عليه وهي تجربه ولقاء في منتهى الاهميه. اعتقد انه يعني ممكن يبقى فيه ثلاث اسباب بتخلي مباراه اسوان على الرغم انه جماهير نادي الاهلي ممكن تكون معتبره او بتعتقد انه مواجهه اسوان سهله نسبيا. واتمنى طبعا اتمنى انه ده ما يكونش التعامل الموسم ده خالص. يعني انا يعني حقيقه عايز اشوف كل ماتش للاهلي السنه دي على انه مباراه بطوله بصرف النظر عن اسم المنافس. لكن ليه مباراه اسوان في منتهى الاهميه من وجهه نظري؟ ثلاث اسباب. ثلاث اسباب تخلي مباراه اسوان نمره واحد. طبعا اولا انك انت تواصل مشوار الانتصارات اللي بداته في الدوري على حساب الاسماعيلي، المباراه اللي تابعناها كلنا يوم الاربعاء وقدم فيها الاهلي مستوى اكثر من رائع. ثانيها انه كيرف الاداء او منحنى الاداء يفضل في يعني ارتفاع مستمر، وده شفناه وظهر بشكل كبير في مباراه الاسماعيلي. القوه، اللياقه، الفورمه اللي عند كتير من اللاعبين، تحس ان احنا بنلعب ماتش في نص الموسم مش في بدايته. والنقطه الثالثه انها التجربه الاخيره والمهمه جدا قبل ما تروح ان شاء الله للامارات وتحديدا ابو ظبي عشان تواجه الزمالك المصري في كاس السوبر. ودي المباراه اللي تهم جماهير نادي الاهلي. جماهير نادي الاهلي على احر من الجمر في انتظار مواجهه الزمالك على لقب السوبر، وهو اللقب باذن الله يكون الاول الموسم ده. ويهمني جدا 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 انه مستر كولر يحقق مع الاهلي لقب في بدايه مشواره، هتفرق معانا كتير جدا. هنتابع معاكم طبعا على مدار الاسبوع لحظه بلحظه رحلة الأهلي للإمارات، لكن خلينا طبعا ما نسبقش الأحداث ونتكلم على مباراة أسوان. ومناسبة مباراة أسوان ممكن يكون التشكيل بكرة طبعا هو أكيد هيكون مختلف. يعني طرد طاهر في مباراة الإسماعيلي هيأثر بشكل كبير جدا على الشكل الهجومي لنادي الأهلي بكرة. هل بيرسي تاو ممكن يبقى حاضر؟ هل حسين الشحات ممكن يبقى حاضر؟ هل ممكن يغير كولر في طريقته ويوظف أو يعيد توظيف مثلا شادي حسين جنب شريف أو شريف جنب حسام حسن؟ او ازاي ممكن يكون الشكل بكره خصوصا في الناحيه الهجوميه؟ اعتقد خط النص وخط الدفاع اطمننا قوي على كل العناصر اللي شاركت، ووارد جدا يكون برده بكره من باب الروتيشن يعني او عمليه التدوير يكون في اسماء جديده. بس خلينا نسمع رايكم برده، رايكم في مباراه بكره، توقعكم للتشكيل وتوقعكم لنتيجه المواجهه اللي هتجمع الاهلي واسوان في تاني خطواتنا في مشوار بطولة الدوري. هنتابع معاكم تمرينة الأهلي النهاردة ونخش في كل التفاصيل، وهنتابع يعني أنا عقلي طبعا معاكم والأهلي وقلبي مع الأهلي في مواجهة ماجدبورج طبعا في بطولة السوبر جلوب، المباراة المستمرة وإحنا بنقابل حضراتكم على الهوا. هنتابع نتيجتها، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع ندخل في بداية الحلقة وتفاصيلها. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الأخبار خلينا نروح للنادي الاهلي تحديدا لزميلنا محمد توفيق في اهلي الجزيره نطمن على التمرينه الاخيره. مفترض طبعا بعد تمرينه النهارده الاهلي معسكر مغلق لغايه طبعا ما يجي ميعاد مباراه بكره ان شاء الله. المباراه هتتلعب على ملعب الاهلي والسلام في مواجهه اسوان. تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق ونعرف اخر اخبار تمرينه النادي الاهلي وشغل مستر مارسيل كولر النهارده مع الفريق وتصوره لشكل المباراه بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عارف انه تمرينه لسه مستمره، يمكن انت تابعت الجزء الاول منها. خلينا نعرف منك اخبار الساعات الاهلي النهارده لتاني محطاته في مشوار بطوله الدوري في مواجهه اسوان بكره ان شاء الله. يعني زي ما انت قلت يا احمد، استعداد الاهلي لمواجهه اسوان ان شاء الله في الجوله الثانيه غدا ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام. يمكن مستر مارسيل كولر يعني استعد المباراة مبكرا جدا بعد العوده من الاسكندريه ومباراه الاسماعيلي والفوز 1-0 في اخر اول مواجهات الدوري العام. يمكن على طول الاستعداد بدا على طول من ثاني يوم، يوم الخميس كان في مران صباحي في الجيم للمجموعه اللي ما شاركتش في المباراه، وكان المجموعه اللي ما شاركتش لعبت يمكن مباراه وديه امام فريق الشباب بالنادي الاهلي، وطبعا يعني شارك فيها نجمنا بيرسي تاو بكامل اجزاء المباراه طبعا بعد يعني سلامه حالته تماما واطمئنان الجهاز الطبي عليه. خلاص الجهاز الفني اشركه في المباراه بالكامل وجاهز وتحت امر الجهاز الفني في اي وقت. ما
من بعدها على طول كان برضو في امس الجمعه تمرين يعني الاساسي للفريق، والنهارده اخر الاستعداد والمران الاخير. يمكن قبل المران كان في محاضره بالفيديو داخل الغرفه المخصصه للمحاضرات، يمكن استمرت لاكثر من 30 دقيقه. كان بيشرح فيها مستر مارسيل كوريا المدير الفني للفريق ابرز خطوط اللعب لاسوان وابرز ملامح الخطه اللي هيتم مواجهه الفريق بها بكره باذن الله رب العالمين ووضع اللمسات الاخيره. من بعدها على طول تم تحرك الفريق الى ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، وبدايه بقى زي ما قلنا المران الاخير استعدادا لمواجهه اسوان. يمكن المران بدا ببعض التدريبات البدنيه طبعا تحت يعني اشراف مدرب الاحمال، وطبعا التمرينات البدنيه او التمرينات بشكل عام دايما يا احمد بيتم استخدام فيها اجهزه القياسات اللي دايما متوصله باحدث الاجهزه التقنيه لكشف معدلات اللاعبين البدنيه والفنيه على طول لحظه بلحظه سواء في التمرينات او في المباريات. طبعا دي احدث التقنيات الموجوده في العالم، النادي الاهلي كعادته موجوده للكشف على لاعبيه، وطبعا متابعه اللاعبين كل لاعب على حده ومتابعه مستواه اول باول. حالا دلوقتي وانا بكلمك يمكن تدريبه شغاله وبيتم دلوقتي عمل تقسيمه ما بين اللاعبين، دي اخر ملامح واستعدادات الفريق ان شاء الله لمواجهه اسوان غدا. نتمناها ان شاء الله للنادي الاهلي والفوز والظفر بالثاني 3 نقاط، وان شاء الله الوصول لست نقاط في اول مواجهتين من الدوري العام. ان شاء الله فور يعني انتهاء المران هيكون في اعلان قائمه من 21 لاعب هتخش معسكر الليله ان شاء الله في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه استعدادا ان شاء الله بكره لخوض المباراه امام اسوان وتاني مباراه الدوري المصري الممتاز 22-23. الاجواء هنا كمان عايز اقول لك احمد في النادي يعني رائعه جدا، يمكن كل الاعضاء هنا كلهم امام الشاشات بيتابعوا مباراه الاهلي طبعا في نصف نهائي كاس العالم للانديه لكره اليد امام حامل اللقب وبطل المانيا ماجد بيرج. ان شاء الله يعني فيما تبقى من لحظات المباراه يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، وان شاء الله كلنا نفرح النهارده بوصول النادي الاهلي المباراه النهائيه، ونفرح بكره ان شاء الله بفوز النادي الاهلي على اسوان، ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه دائما رقم واحد. قبل ما اكتب معاك محمد اسالك على حاله بيرسي تاو ومدى جاهزيته للمشاركه في ماتشات الاهلي بدايه من مباراه اسوان بكره. طبعا بيرسي تاو كان بيشارك في الفتره الاخيره بالتمرينات الجماعيه، والجهاز الطبي كمان بقياده الدكتور احمد ابو عبله المشرف على الجهاز الطبي اكد سلامته تماما، وده طبعا اتاكدنا منه بعد الفحوصات الاخيره ومشاركته بشكل كامل في المباراه الوديه زي ما قلت لك اللي اقيمت ما بين اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراه الاسماعيلي وفريق الشباب اللي اقيمت صباح الخميس الماضي اول امس. الحمد لله حالته دلوقتي طبيا بقت لائقه بشكل كبير جدا يعني بشكل 100%، وكمان من الناحيه زي ما بنقول يعني لياقه المباريات والكلام ده كله بقى خلاص جاهز تماما وتحت امر الجهاز الفني، ويبقى بس يعني موقف مستر مارسيل كوريا المدير الفني للفريق ان هو يديله الاشاره بالبدء او حتى المشاركه لبعض الوقت في بعض المباريات، ده بقى خلاص رهن اشاره الجهاز الفني، ولكن هو طبيا واللياقه هو جاهز 100%. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق من اهل الجزيره، دي كانت اخبار تمرينة الاهلي، وكل التوفيق لرجالتنا بكره. هنتكلم طبعا اسوان شكل جديد، قياده فنيه تحت قياده كابتن ربيع ياسين، عمل ميركاتو يعني اكتر من رائع. طبيعه خسارته في مواجهته الاولى قدام الاتحاد هتخلي عنده دوافع بكره اكبر شويه، بس طبيعي جدا انه فريق عمل هذا الكم الكبير من الصفقات في بدايه موسم يبقى محتاج فتره طويله شويه العناصر بتاعته تنسجم مع بعض، الجهاز الفني يقدر يوصل الفكر ويقدر يطبق الطريقه اللي بيتعامل بيها مع ماتشات. فاعتقد طبعا اسوان قدامه تحديات كبيره، لكن يبقى في النهايه انه القاعده الاساسيه عندنا الموسم ده كل مباراه هي بطوله بصرف النظر عن اسم المنافس. واحنا بنتابع ماتش الحقيقه وانا بتابع ماتش الاهلي وبنفيكا الاول، وبمنتهى الصراحه هكلمكم بمنتهى الصراحه، انا ما كنتش مستني ولا متوقع، يعني كان نفسي نعمل جيم كبير، كان نفسي نكسب، لكن ما كانتش في الحسابات، كان دايما احتمال بعيد شويه، ما كنتش هزعل لو خسرت من بنفيكا. في النهايه كره اليد في اوروبا على مستوى الانديه بالذات في حته تانية شويه، لكن فوجئت الحقيقه، فوجئت بالروح وبالاداء وبالجمال، وقول زي ما انت عايز تقول في مواجهه بنفيكا وفوزنا بالمباراه دي. تعرفين كل مجموعه فيها 3 فرق، الاول بيتنافس على بيروح مربع ذهبي على طول، الاربعه الاوائل يعني الاربعه الاوائل من الاربع مجموعات بيلعبوا من الاول للرابع، والتواني بيلعبوا من الخامس للثامن، يعني اخر مجموعه بيلعب على اخر ترتيب. فانا كنت متوقع انه احنا يعني هنحاول بس بعد ما كسبنا بنفيكا يعني وصولا بقى الماتش النهارده، هو ده الاهلي بقى، هو ده جمهور الاهلي اللي ممكن يكون في اوقات كتير جدا، وده كان حاصل الحقيقه، اللاعب رقم واحد بجد اللي شاف ماتش بنفيكا واللي شاف جمهور الاهلي النهارده في الصاله، يا جماعه ايه الجمهور العظيم ده؟ يعني 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 جمهور تقول عنه حكايات وروايات، جمهور بيموت في حاجه اسمها النادي الاهلي، جمهور
في ظهر النادي الاهلي، وبيتهيالي انه جزء كبير جدا من انك انت عديت بنفيكا هو الحاله اللي عملها جمهور النادي الاهلي، جمهور عظيم الحقيقه في ملعب المباراه. واتمنى ان شاء الله ان احنا بنتكلم معاكم في الدقائق اللي جايه دي رجالتنا ان شاء الله رغم صعوبه اللقاء، انت بتتكلم على بطل المانيا وبطل اوروبا، فريق قوي جدا، لكن في النهايه انت مربع ذهبي، في النهايه انت مربع ذهبي، وما زال وبصرف النظر عن نتيجه ماتش النهارده حلم الميداليه في بطوله السوبر جلوب في بطوله كاس عالم الانديه ما زال متاح. طيب عايز اقف معاكم بقى وقفه، بما ان انا جاي يعني احنا اخر مره اتقابلنا فيها يوم الاربعاء وطول ال 48 ساعه اللي فاتوا دول في حاله جدل عقيم. عارف ايه يعني حاله جدل عقيم؟ عارف لما تخش في مناقشه مع حد ما هوش فاهم وتفضل في حاله جدال لا انت عارف توصل لحاجه ولا هو عارف يوصلك لحاجه؟ هو ده اللي حصل بالظبط، هم دول هو ده عنوان ال 48 ساعه اللي فاتت فيما يتعلق ب عقد رعاية النادي الأهلي أو رعاة النادي الأهلي والقيمة المالية اللي هيستفيد بيها النادي الأهلي من رعاته الجدد، ومحاولة للأسف شديد جدا مش عارف هو التضليل أو تغييب الوعي. يعني هي مش حزبة بيرما، يعني هي مش حزبة بيرما، هي الحزبة بسيطة جدا. عارفين زي السؤال اللي كان بيتقال كده، هو ليه بطل الدوري بيلعب في دور ال 64 وتالت الدوري بيلعب في دور ال 32؟ وأنا متأكد ويقينا انه الناس اللي بتطرح على الاسئله دي هي نفسها عارفه الاجابه، بس ممكن تبقى مكسوفه، ممكن تبقى بتبرر، لكن انا متاكد ان كل واحد طلع على شاشه وسال السؤال ده يعلم يقينا اجابه السؤال. نفس القصه بتتكرر بشكل او اخر مع رعايه النادي الاهلي، والكلام على انه ازاي البطل ياخد اقل من فريق ما حققش البطوله. القصه ليس لها أي علاقة على الإطلاق بتحقيق لقب أو تحقيق بطولة. شوف الناس اللي اتعودت على مجاملات في كل مناحي الحياة، يعني مجاملات من حكام أو مجاملات من اتحاد كورة أو مجاملات من لجان مسابقات أو مجاملات من أعضاء لجان كانت مسؤولة عن اتحاد الكرة من كل نوع، من كل نوع، وانا هنا مش هخش في تفاصيل لانها لا تعنيني من قريب ولا من بعيد، انا اللي بيشغلني هو فريق. ما تتوقعش انه نفس النوع من المجاملات ده ممكن يحصل في لغه البيزنس. الرعايه هي شان اقتصادي واضح وصريح. ناس بتستثمر في براند هي تثق تماما في انه هيكون ليها مردود نتيجه استثمارها ده. وبالتالي القصه لا علاقه لها من قريب او من بعيد بفكره ان الاهلي فقد بطوله الدوري او حقق بطوله الدوري. ولو كان الاهلي خسر بطوله الدوري السنه اللي فاتت او فاز بيها ما كانش الامر هيتغير باي شكل من الاشكال. وقياسا على ده خليني اقول لك بمنتهى الاريحيه والموضوعيه، وارجو انه اي حد عنده اعتراض يناقشني في الفكره دي، في اكبر من بطوله دوري الابطال؟ يعني هل في لقب داخل قاره افريقيا اكبر من لقب بطل دوري ابطال افريقيا؟ وهو كان في النسخه اللي فاتت نادي الوداد، والاهلي خسر لقب بطوله دوري الابطال. ومع ذلك اتحدى اي حد على مستوى القاره يقدر يقول ان في نادي على مستوى قاره افريقيا باكملها، مش مستوى مصر، قاره افريقيا، ممكن يحصل على عقد رعايه اكبر من نادي الاهلي. ليه؟ ببساطه شديده جدا ليه؟ لان القصه قصه جماهيرية وشعبية ونجاح. يعني مفيش معلن أو مفيش راعي ممكن يراهن بالمبالغ اللي احنا بنسمعها، هنتكلم على عقود بتتجاوز قيمتها مئات الملايين، والناس دي مش ممكن أبدا تحت أي شكل من الأشكال إنها تحط الفلوس دي حبا أو انتماء للنادي الأهلي. القصة دي ما بتحصلش في الشركات أو في البراندات الكبيرة، شركات المالتي ناشونال دي، الشركات اللي هي متعددة الجنسيات واللي بتشتغل عبر الحدود، القصة والحسابات عندهم هدفع جنيه لازم يجي لي 10، هخش رعاية لازم أكسب. فبالتالي هنا الرهان على اسم النادي الأهلي مش عشان حقق بطولة أو ما حققش. لو الأهلي لو مش عايز أقول أسماء، بس لو إكس من الأندية المصرية اختار أي نادي من 17 نادي اللي موجودين معانا في الدوري السنة دي فاز ببطولة الدوري في الاربع او خمس نسخ اللي جايين بشكل متتالي، هل حضرتك تتوقع انه هياخد عقد رعايه اكبر من النادي الاهلي؟ الاجابه قطعا لا. هل في لقب اكبر من دوري ابطال افريقيا؟ هل الوداد ممكن يحصل على عقد رعايه اكبر من النادي الاهلي؟ قطعا لا. فالقصه هنا مش قصه مشوار طويل جدا،
الاهلي ده ما اتعملش في نجاح الاهلي ما اتحققش في موسم ولا اتنين، وما اتحققش بالصدفه. ده طوبه ورا طوبه ورا طوبه اتبنت من 1907 لغايه لما بقى اسم الاهلي، كيان الاهلي، براند الاهلي، اللي تقدر تقعد وتتفاوض مع اي راعي او اي مستثمر جاي يربط اسمه ببراند النادي الاهلي وانت حاطط رجل على رجل. عشان تبقى في نفس المكانه او على الاقل قريب منها، ده محتاج شغل سنين طويله جدا، ومحتاج نجاحات كتير جدا تقدر تبني عليها قاعده جماهيريه من الممكن انها تقرب بشكل من الاشكال من النادي الاهلي، لكن صعب قوي توصل لنفس المكانه او نفس الحجم. طيب النهارده انا سعيد جدا 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 لانه الحلقه دخل في وسطها اسم بالنسبه لي انا يعني مفضل، في لعيبه بترتبط منها بحكم الايه، بحكم علاقه الانتماء. يعني في لعيب لابس تيشرت النادي الاهلي فانت بتحبه لانه لعيب في النادي الاهلي، لكن في لعيب انت بتدوب فيه، في لعيب انت يعني يمتعك، يبسطك، يحسسك انه الكره دي للمتعه. اسماء كتير جدا جت في النادي الاهلي، ويمكن اسباب كانت سبب في يوم من الايام انا شخصيا ان انا احب الكره واشجع النادي الاهلي، منهم على سبيل المثال كابتن محمود الخطيب، منهم على سبيل المثال كابتن مصطفى عبده، يعني وغيرهم. مش عايز اقول طبعا الاهلي فيه عمالقه كتير جدا، لكن في لعيبه انت بتحبها وبترتبط بيها يعني، وبتفضل المكانه دي في قلبك سنين طويله جدا حتى بعد ما يسيبوا الملعب. من ضمنهم حسام غالي. لو في يوم من الايام يعني دايما انا بقعد العب لعبه كده مع اصحابي، فكره انه اختار التشكيل الامثل على الاقل اللي انت شفتهم في الملعب، سيبك من التاريخ الطويل، يعني اكيد طبعا في اساطير بدايه من كابتن مختار التتش ومن كابتن صالح سليم ومن الشيخ طه اسماعيل وغيرهم وغيرهم، الاسماء كلهم اساطير، بس انا ما اتفرجتش عليهم في الملعب، يعني ما كانش في علاقه مباشره بيني وبينهم، لكن عارف قد ايه كان الاجيال بتاعه زمان دي فيها يعني عمالقه كبيره جدا. لكن لما تيجي تتفرج على اللي انت شفتهم من اول ما ابتديت تتابع كوره، تتفرج على النادي الاهلي وتحط كده ال11 الامثل، يعني اختار ال11 اللي هم النموذج، ال11 اللي يعملوا اقوى تشكيله للنادي الاهلي في من وجهه نظرك، فلازم لازم تحط اسم حسام غالي. حسام غالي مش بس لعيب كوره موهوب، ومش بس قصه نجاح في الاهلي وبره الاهلي، واحد من انجح قصص اللاعبين اللي احترفوا في الخارج، لعب في هولندا ولعب في انجلترا، وكان ليه طبعا مشوار تاني في السعوديه الى اخره، لكن كمان في عنده الروح بتاعت النادي الاهلي، لعيب قائد جوه الملعب. حسام غالي بيحتفل بعيد ميلاده، واحنا كمان في السادسه بنحتفل معاه وبنفكره الحقيقه بمشوار طويل ورحله طويله جدا من العطاء اللي قضاها، وما زالت مستمره طبعا داخل جدران القلعه الحمراء النادي الاهلي. هارد لك طبعا خساره النادي الاهلي في النص النهائي في بطوله السوبر جلوب قدام ماجبورغ الالماني بنتيجه 36-28، وان كانت طبعا يعني نتيجه منطقيه، احنا بنتكلم يا جماعه على بطل المانيا وبطل اوروبا وحامل اللقب يعني، وبالتالي بس انا بشوف انه البطوله دي فيها مكاسب كتيره جدا للنادي الاهلي، واعتقد انه الجيل ده من الشباب اثبت انه كره اليد في النادي الاهلي على الطريق الصحيح، وخصوصا كمان مع الاعلان عن ديفيد ديفيدز المدير الفني الجديد اللي تم تقديمه النهارده، واحد طبعا من اكبر الاسماء على مستوى العالم، مدرب مصنف وعنده مشوار اكتر من رائع وهيتولى المسؤوليه، فتقدر تراهم بشكل كبير جدا على السكواد اللي احنا شفناه، وخصوصا ان احنا لعبنا البطوله دي او المباراه دي تحديدا في غياب اربع لاعبين مهمين جدا بسبب الاصابه، فاعتقد باذن الله انه القادم افضل، وما زالت احلامنا في البطوله ما انتهتش، يعني انت ان شاء الله باذن الله هتلعب على ثالث ورابع برونزيه العالم، امل جديد وكبير جدا مهم جدا، وان شاء الله نقدر نحققه في بطوله السوبر جلوب. النهارده الاهلي قدم بشكل رسمي مدربه الجديد ديفيد ديفيز الاسباني اللي هيتولى مسؤوليه المدير الفني للفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي، وراجل الحقيقه اتكلم في حاجات كتيره جدا، وجه شكر للكابتن محمود الخطيب. تعالوا نشوف بسرعه جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع عليكم في السادسه. صباح الخير. اوكي ام ديفيد ديفيز اوف كورس ذا نيو كوتش. وان ويك اجو اي جاست ساين ذا كونتراكت ويز كابتن خالد. And I'm really excited. I just want to start. I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, El Ahly.
السلام عليكم زي ما قال، صباح الخير. بيقول انا ديفيد ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتم كابتن خالد انا لسه موقع العقد، لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي، وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد اني ابدا الشغل معه. Okay, of course I want to say thank you, شكراً, our captain Bibo, because of course he support the handball in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا انا اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، طبعا دعمه الكبير للهاندبول، هو شخصيه عارفينها في العالم كله، وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض، هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير، وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق كويس. And of course, Captain Muktagi, that he called me and he convinced me. He told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي، وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه، هبتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي. بس هو عايز اقول حاجه، اول ما وصل مصر امبارح طلب اساسي ليه ان هو لازم يتعلم عربي. هو من حبه في البلد ومن حبه في النادي ومن حبه في كل حاجه، هو طلب مني رسميا ان هو يتعلم عربي عشان يقدر يتواصل مع الفانز ويقدر يتواصل مع الناس باسلوب قريب، بدل ما يقدر يتكلم معاهم بانجليزي وفي ناس بتفهم معاه وناس ما بتفهموش يعني. فبس حبيت اقول لكم المعلومه، زي ما بيقولوا الناس قالت لي طلباته كلها مجابه علشان نحقق الانجازات ان شاء الله في كل الالعاب الرياضيه. اتمنى السنه دي تكون سنه خيره على النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله صدقوني هنوصل لمرحله كويسه. بس يعني بطلب منكم الصبر شويه على المواضيع، لان المواضيع عندنا بتكون كتيره جدا. احب اشكركم جدا جدا. ده كان جزء من المؤتمر الصحفي اللي تم تقديم فيه المدير الفني الجديد لفريق الهاندبول ديفيد ديفيز الاسباني. وطبعا دي كانت كلمه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والحقيقه هاخد منها، لانه انا بشوف كمان انه التوقيت اللي الراجل جه فيه، والاهلي بيلعب سوبر جلوب والاهلي بيتفوق على فريق زي بنفيكا، توري الراجل المدير الفني يعني هو بالتاكيد دارس وعارف وذاكر الاهلي كويس جدا، وهو كان شغال هنا في مصر قبل كده فعارف قيمه الاهلي. لكن وجوده في التوقيت ده والاهلي بيشارك في بطوله سوبر جلوب مهم جدا، فوز الاهلي ووصوله للمربع الذهبي مهم جدا، وبالتالي يقدر يبني. انا بشوف ان الفوارق بسيطه جدا، واغلبها مش مرتبط بالناحيه الفنيه او البدنيه او المهاريه. احنا ينقصنا، وده عموما في كل الرياضات في مصر، لعبتنا وفي الرياضات المختلفه خصوصا الجماعيه منها، التركيز في تفاصيل صغيره كده لو اشتغلنا عليها تفرق معانا كتير، وكانت فرقت معانا. يعني انا كنت بتابع الماتش النهارده لغايه قبل ما اطلع على الهواء على طول، يعني في تركات صغيره كده بتحصل تفرق معانا كتير قوي. لكن بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، والهاندبول تكون مصدر فرحه لكل جماهير النادي الاهلي. فاصل ونرجع لحضراتكم. قبل ما ندخل في قصه الاهلي واسوان، انا حابب ارجع شويه لقصه الاهلي والاسماعيلي، لانه انا مش بس سعيد بمستوى النادي الاهلي ولا بالنتيجه طبعا اللي انتهت بفوز النادي الاهلي، لكن انا سعيد بالاسماعيلي كمان بصراحه. يعني حد هيسالني سعيد بالاسماعيلي؟ اه سعيد بالاسماعيلي. انا سعيد بكل الانديه الجماهيريه لما بتبقى في حالتها، يعني ما تنكرش واحد بالنسبه لك انت كمشجع، انك لما بتفوز بمباراه خصمك فيها كان قوي بيبقى احساسك بالفوز احلى واطعم، يعني غير لما يكون منافس ضعيف او منافس مستسلم او في فوارق كبيره جدا في الامكانيات، فالنتيجه بالنسبه لك تبقى منطقيه، مفيش فرحه، مفيش اه كسبنا تمام جدا. وما تنكرش كمان انه مواجهات الاهلي مع الانديه الجماهيريه اللي في خلفيتها تاريخ طويل جدا من الصراع والهات وخد، وفي كده حاله في اطار اللطف يعني شد وجذب بين الجمهور بدون خروج عن النص، بيبقى برضه ليها متعه تانية. يعني انت لما بتكسب الاسماعيلي او بتكسب المصري غير لما بتكسب البنك الاهلي ولا بتكسب فاركو، صح ولا لا؟ فبالتالي
اتمنى ان الانديه الجماهيريه، والاسماعيلي الحقيقه شكله السنه دي غير، يعني انا شفت اسماعيلي مختلف عن كل المواسم الاخيره، ده دي مش فرقه كانت بتصارع على الهبوط الموسم اللي فات ولا اللي قبله، وده مش الاسماعيلي اللي احنا بنكسبه بقالنا 12 سنه ومش عارف ياخد منا ماتش. فبالتالي لا، ماتش كان اعتقد واحد من اجمل ماتشات اللي شفناها في الدوري في السنوات الاخيره، صراع نديه قوه سرعه، فكرتنا كده شويه، كنت حاسس من بعيد يعني مش من قريب عشان ما نتفائلش قوي، كنت حاسس شويه انها شبه ماتشات الدوري الانجليزي. فبالتالي شبه يعني من بعيد، بس كان فيها الحقيقه كوره وكان فيها رغبه وكان فيها صراع وكان فيها، وهو ده جوهر كره القدم. خليني اتكلم على الماتش ده وعلى مكاسب الاهلي منه، وخصوصا ان احنا بعد اسوان على طول رايحين للزمالك، المباراه المنتظره، المباراه الاهم على اقل تقدير في الدور الاول، والمباراه اللي هيحسم بيها الاهلي ان شاء الله باذن الله اول القابه في الموسم الجديد. نتكلم بالتفصيل مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن احمد عادل اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا استاذ احمد، وسعيد دايما وانا موجود معاك. لو انت مختلف مع اي حاجه انا قلتها قول على طول، ما تكسبش. لا تمام، لو مختلف يعني اي حاجه اكيد هقول. بيتهيألي انه ماتش الاهلي والاسماعيلي كبدايه يعتبر بدايه قويه جدا، وشكل الاسماعيلي السنه دي مختلف، والاهلي فاز. يعني في ناس كانت بتقول لك الاسماعيلي كان بينافس على الهبوط وكان يعني ند الند للنادي الاهلي، بيتهيألي انه الاسماعيلي حتى في مستواه او يعني في مباراته مع النادي الاهلي بيتهيألي استعاد جزء كبير جدا من شكل الاسماعيلي اللي احنا عارفينه عنه طول عمرنا. يمكن حضرتك في بدايه المقدمه وبدايه الكلام على مباراه الاسماعيلي لمست حاجه مهمه جدا، وهي الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه كان مهم جدا التدعيم اللي كان بيحصل اللي بيحصل دلوقتي في نادي الاسماعيلي، وان هو يوصله المرحله دي. نفس ما بنقول لعودة استاذ كامل ابو علي النادي المصري هي اضافه كبيره جدا للاستقرار اللي هيعم على الانديه الشعبيه، مع وجود طبعا في نادي الاتحاد زي الحاج محمد مصلحي طبعا، وكل الانديه الشعبيه مهم ان هي تاخد مكانه ثانيه وتبقى افضل من اللي هي كانت عليه. لكن زي ما حضرتك بتقول مع نادي الاسماعيلي هو ند كان ند قوي النادي الاهلي، وصن ده باين للتدعيمات، وده خصوصا لما بيحصل في الفرق الكبيره. الفرق الكبيره لما بتدعم، وخصوصا النادي الاسماعيلي ما دعمش حوالي 4 أو 5 لعيبه بالكتير، لكن محافظ على القوام الاساسي، وده يدي له استقرار كبير جدا. لكن مع النادي الاهلي انا زي ما بقول دايما هتواجه صعوبات مع حتى الراجل، وانا كنت شايف البدايه الحقيقيه للراجل من مباراه الاتحاد المستير. ايوه، مع الاستقرار اللي كان موجود مع التدعيمات، شادي حسين اكيد اضافه، وانا يعني مبسوط له وفرحان له جدا ان بدايه بهدف، ده يديله ثقه كبيره جدا، مع ان الراجل شغال على ان القوام الاساسي للفرقه هو مش حاصر ال 14 او 15 لعيب، هتلاقي فيه تبديلات على طول للعيبه كلها تبقى رجليها في الملعب، زي ما بنشوف شادي حسين بينزل مكانه محمد شريف، او شريف بيبدا بينزل مكانه شادي حسين، برونو سافيو بيأدي بشكل جيد جدا، لكن قفشه بيبقى ليه دور هنا. لما يبقى عندك 2 أو 3 لعيبه في كل مركز ده بيبقى اضافه للتيم على مدار الموسم، صحيح. وخصوصا النادي الاهلي زي ما بتكلم دايما عليه ان هو بيشارك في 6 أو 7 بطولات على مدار الموسم، مهم جدا حته الروتيشن، ودي اللي شايفها من اجابات مستر كولر مع قفشه وبرونو. ليه يعني ليه عندك اجابه على سؤال خاصه بالاثنين، بس خليني اقول حاجه دي انا حسيتها شخصيا. يعني اكرم قلب الاسد طبعا هو مان اوف ذا ماتش، اختاروه مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه في المباراه دي، وانا اكرم حقيقه بحبه جدا، بحبه مش بس عشان كورته، بحبه كمان عشان روحه، ولد في الملعب يعني راجل بكل معنى الكلمه ويستحقها، رغم انه انا شايف طبعا انه حتى اكرم اللي خد مان اوف ذا ماتش واكرم اللي ظهر قبل كده في اتحاد المنوسيري لسه ما جابش اكرم اللي احنا عارفينه، اكرم اللي احنا عارفينه سوبر، لكن انا شفت في الماتش ده ديانج كما تعودنا ان نراه. انا بشوف ان ديانج كان افضل لاعب في النادي الاهلي في المباراه دي، وده سؤالي للكابتن احمد. كل مباراه بيظهر لاعب، يعني الاتحاد المنوسيري لازم تحط عبد المنعم، العوده لازم تحط حمدي فتحي، الماتش اللي فات ده لازم تحط ديانج ومعاه اكرم، وبنحس ان دايما متعودين انه في بدايه الموسم بناخد شويه وقت لغايه لما اللعيبه توصل فورمه، لغايه لما اللعيب يوصل للتوب فورم عنده بدني ومهاري والانسجام، لكن انا شايف ده بيحصل من اول ماتشات الاهلي في بدايه الموسم، ودي بالنسبه لي حاجه ايجابيه، بس برضو علامه استفهام، وهنا لازم نتكلم على مستر كولر طبعا. ازاي بتشوف دور كولر في انه فتره بسيطه جدا قدر يوصل اللعيبه دي، كل لعيبه الاهلي نجوم طبعا، مش تقليلا من الاسماء اللي انا ما قلتلهاش، بس دول يعني منورين جدا ما شاء الله ربنا يحفظهم من بدايه الموسم.
لا انا لازم اتكلم عن متولي كمان. ومتولي طبعا متولي هايل. زي ما حضرتك بتقول من كل مباراه لمباراه بتلاقي حد متميز يعني. أيوة. خصوصا الاداء الجماعي هو ده الروح اللي موجوده داخل الفرقه والاداء الجماعي. لكن هتلاقي لعيب بيعدي ال 100% بيتميز لنفسه ممكن بهدف او باداء رجولي مثلا زي اكرم او ممكن بهدف زي بتاع عبد المنعم. دي بتبقى حاجه شخصيه ليه او انجاز شخصي ليه. لكن انا بشوف ان اداء اكرم هو بيدي روح للناس اللي حتى اللي حوالين منه. بيدي روح للسردباكات اللي حوالين منه للديفندر مع اداء اليو ديانج. مش سهل برضو ان السوليه قاعد احتياطي قاعد لاليو. فبيبقى تغييره بيبقى بينزل وبيضيف. لكن هنا زي ما بقول لحضرتك ما يميز النادي الاهلي الفتره الاخيره هي دكه البدلاء. دكه البدلاء لو هتبص عليها مختلفة تماما عن أي دكة بدلاء فريق كبير حتى. أيوة. بص مين الناس اللي قاعدة بره. أنت لو قعدت ال 11 اللي لعبوا ماتش الإسماعيلي بره دكة ونزلت 11 تانيين هتلاقي عندك فريق أساسي برضه ولا إيه؟ هو ده قوام النادي الأهلي الأساسي اللي لازم الراجل يعتمد عليه. ودي مظاهرة إيجابية يعني. لو لعبت بهاني وياسر وربيعة مثلا يعني وأيمن أشرف كانوا بيلعبوا صح؟ بيلعبوا أساسيين. ولعبت بالسولية ومجدي قفشة ولعبت بحسين الشحات ومثلا يعني بيرسي تاو مثلا يعني ولعبت بحسام حسن عندك فرقتين. انت عندك فرقتين. عندك فرقتين وجاهزين ان هم يلعبوا. أي. يعني زي ما بقول لحضرتك هتلاقي هاني وقت فتره من فترات بيريح اكرم وبيلعب هاني عشان برضه تبقى رجله في الملعب. وكله هيريح مفيش حد مش هيريح. ووارد جدا ده سؤال تاني وارد جدا بكره يبقى في شكل مختلف للتشكيله. انت بعد بكره عندك رحله الامارات ورايح تلعب الزمالك على بطوله سوبر. فبالتالي هل بتشوف راجل بكره يميل اكتر لايه؟ لا اثبت السكواد ده واللي يمكن هكون اعتمد عليه بشكل اساسي في مواجهه الزمالك ولا اريحهم وادخل عناصر جديده عشان يبقى الكل جاهز قبل ماتش الزمالك؟ خلينا نتفق ان كل مباراه مهمه، كل مباراه مهمه والراجل حاطط سيستم لعب او اداء لعب اي حد بيأديه. وخصوصا انا قلت في بدايه كلامي او بدايه تعاقد النادي الاهلي مع الراجل ان هو بيلعب بالطريقه المناسبه مع مجموعه اللعيبه الموجوده هي 4-2-3-1. وهنا الراجل بيحاول يشرك كل اللعيبه بحيث ان هو مثبت طريقه لعب، مثبت طريقه لعب بطريقه هجوميه، طريقه ضغط عالي في كل انحاء الملعب، طريقه استحواذ بعض الفترات بيستحوذ على الكوره. وده هنا لما بتستحوذ على الكوره ما بيدكش مجهود بدني عالي. في فتره من الفترات عنده بعض اللعيبه اللي هي بتتحكم في رتم اللعب خصوصا اليو ديانج او حمدي فتحي في نص الملعب مع ممكن تغيير السوليه والتحكم في رتم اللعب ده بيديك الافضليه دايما. لكن انا باكد عليه ان حتى لما بيغير اي لعيب ما بتحسش ان طريقه لعبه بتتغير. وده راجع للراجل ان هو حاطط استراتيجيه وحاطط اداء ثابت هو شغال عليه حتى في التمرين. بيتغير اي لعيب هو الاداء ما بيتغيرش. لكن ما يبقاش في تخوف حتى لو غيرت 2-3 لعيبه على من المباراه اللي فاتت مثلا على المباراه اللي جايه مش هتحس باي فرق لان الراجل حاطط سيستم لعب واداء لعب هو شغال عليه. يعني لو شلت شادي حسين ممكن تحط محمد شريف هيأدي نفس الدور اللي بيأديه شادي وبيأدي بشكل جيد. لو شلت برونو سافيو هتلاقيه حط قفشه وبيأدي بنفس الاداء ويمكن افضل. يمكن بعض اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها دي اللعيبه هي دي القوام الاساسي النادي الاهلي هو ده اللي كان بيلعب طول السيزون اللي فات. لكن لو هتبص على السيزون دوت البدايه بحوالي او 6 أو 7 لعيبه ما كانوش بيشاركوا. في خمس لعيبه ما كانوش بيشاركوا وفي خمس لعيبه بيلعبوا اول مره جنب بعض. هو ده. يعني عبد المنعم متولي اكرم ورا ما لعبوش جنب بعض قبل كده خالص. برونو سافيو طبعا صفقه جديده، شادي حسين صفقه جديده، فانت بتتكلم على 5 من اصل 10. هتلاقي كمان حمدي كان متعود يلعب جنب السوليه. هتلاقي دلوقتي بس متعود حمدي لعب جنب ديانج يعني بيلعب جنب ديانج كتير. لكن هنا برضو بيرجع لطريقه اللعب زي ما بقول لحضرتك. طريقه اللعب او الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها الراجل هي ما بتغيرش كتير من اداء الفرقه. ومعاه نوعيه لعيبه تقدر تستوعب ده وتقدر تشتغل ده عندها من خبراته من القدرات الفنيه والبدنيه ان هي تقدر تأدي له اللي هو عايزه. عشان كده عنده اريحيه حتى في اي تغيير، اداء اللعب ما بيتاثرش. وده حاجه ما يميز النادي الاهلي عن اي فريق تاني هي طريقه اللعب او سيستم اللعب او مجموعه اللعيبه الموجوده بقى عندها مقومات انها تشتغل حتى مع اي مدرب. لكن كانت هتواجه صعوبات حتى في تغيير طرق اللعب. أيوه. بالنسبه لاي مدرب ده ممكن يتعب اللعيبه شويه او مش تقدر تاخد منه ال 100% بتاعته. لكن ما يميز الراجل ان هو بيلعب بنفس الطريقه اللي تتناسب مع اللعيبه اللي معاه. غياب طاهر طبعا طاهر مش هيغيب عن ماتش السوبر يعني كقائمه فريق. طاهر موجود في قائمه الاهلي لمواجهه الزمالك في السوبر الجمعه اللي جايه، لكن هو اكيد هيغيب عن ماتش بكره. وبالتالي هل ممكن تفكر في غياب طاهر ازاي؟ يعني
وده السؤال اللي مرتبط كمان يمكن او هحطه مع سؤال قفشه وبرونو سافيو. هل الملعب يحتمل قفشه وبرونو سافيو جنب بعض؟ هل ممكن تفكر مثلا بكره انك تبتدي بقفشه وترحل سافيو كجناح، وهو اساسا سافيو مركزه الاساسي جناح؟ يعني حتى لما كنا بنتابع ارقامه وبنشوف مشواره مع بوليفار لقينا انه اغلب الاهداف اللي سجلها كان بيلعب مركز جناح. فهل تحرك قفشه مثلا او تبدا بقفشه ماتش اسوان بكره، وهو منها كمان ترجع قفشه ياخد يعني حساسيه ماتشات على الرغم انه لما بيشارك بحس انه قفشه عايز يرجع بسرعه، وتحرك برونو سافيو كجناح يلعب مثلا مع عبد القادر وشريف او عبد القادر وشادي مثلا او عبد القادر وحسام، ولا تحتفظ ببرونو سافيو في البدايه برده في قلب الملعب وتفكر تراهن على لعيب زي حسين الشحات او لعيب زي بيرسيتاو مثلا لو كان جاهز؟ انا عارف ان هو بدنيا لائق او يعني شارك في التدريبات الجماعيه، فتبقى وجهه نظر مستر كولر هل يبدا بيه او يعتبره ورقه جنبه على الدكه. انا بشوف ان ده ممكن يبقى مدي حمل اكبر على اكرم، حتى لو لعبت برونو او لعبت قفشه ومش هيقدر يؤدي الدور الدفاعي ممكن بنسبه 100%، ممكن يؤدي بنسبه 60 او 70%. اكرم جدير ان هو يشيل المكان دوت حتى لو ما حدش بيساعده، ما عنده القوه البدنيه والروح والقلب والعزيمه ان هو بيبقى في الحته دي كويس، لكن في بعض اوقات المباراه انت محتاج ان حد بيدافع معاه في المكان ده. لكن انا بفضل طبعا ان حسين الشحات، يعني حسين الشحات هو متمرس في المكان ده بشكل كبير جدا وما شاء الله دلوقتي بتحافظ على برونو سابيو في قلب الملعب، في قلب الملعب، وممكن قفشه تغييره او ممكن حتى هيقعد برونو ممكن لمباراه السوبر ويبدا بقفشه، مش هتحس ان في فرق كبير. لكن هنا عشان تاخد من قفشه وعشان تاخد من برونو ال 100% بتاعته هو يلعب 10، ده هيضيف للفرقه بشكل كبير جدا ومش هياثر على الجبهه اللي هيلعب فيها. الملعب ما يشيلش برونو وقفشه مع بعض؟ لا يشيل. يشيل لو هتلعب قفشه 8 في نص الملعب. يعني لو هتلعبه جنب حمدي او لو هتقعد حمدي وهتلعب اليو ويلعب قفشه، لكن صعب جدا، لازم حمدي يبقى متمركز 6، لان حتى لو اليو بيقدر يؤدي 6 ل 8 اللي هي بوكس تو بوكس بيقدر يكمل ويرجع يعمل ارتداد سريع، دي قفشه برده بيأديها مع وجود برونو سافيو في رقم 10. قفشه يعني ممكن يؤدي حته 8 جنب حمدي، وحمدي عنده من يعني من القوه البدنيه ان هو يقدر يشيل المكان ده كويس ويغطي فيه حتى لو في ان قفشه ما بيرجعش بعض الشيء في نص الملعب. هروح معاك لاسوان، مهمين طبعا، ماتش مهم جدا 3 بونت، ماتش مهم جدا لانه التجربه الاخيره قبل ماتش السوبر، ففي كلام كتير وجماهير النادي الاهلي بكره هتتابع المباراه عينها على مستوى على شكل الاداء وعلى حاله اللعيبه قبل ما نروح ان شاء الله لماتش الجمعه الجاي، المباراه المنتظره من كل جماهير الاهلي، كل جماهير مصر طبعا مستنيه الاهلي والزمالك في السوبر. بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا كابتن احمد عادل. يمكن النهارده كمان هرجع طبعا لمباراه الاهلي واسوان وساعات الاهلي للماتش ورايه كابتن احمد عادل ليها، بس يمكن خلينا استعرض معاك كابتن احمد. النهارده كان الاهلي وبتروجيت فرقه 2005، وتابعنا طبعا المباراه على قناه النادي الاهلي مع كابتن اسامه حسني وضيوفه في الاستوديو التحليلي. برضو كالعاده يعني حتى على مستوى الشباب بلس 90 الاهلي حسم المباراه طبعا بنتيجه 4-3 بعد ما كانت المباراه مستمره التعادل فيها 3-3 لغايه اخر الثواني. لكن الحقيقه تعال نشوف الاهداف كده، بتروجيت سجل في البدايه وبعدين من كره ثابته تعلقت بالعرض، كره راسيه شبه بتاعه شادي حسين في ماتش المنستيري اللي جون شالها، كره حلوه قوي اتحط بيها هدف، حط بيها الاهلي هدف التعادل. عايز اسمع رايك وتعليقك برضو الشباب الاهلي الصغير، يعني ولو انهم صغيرين قوي 17 ده في منهم يعني في نجوم كسرت الدنيا في سن 16 و17 سنه. لا اللي حصل مع النادي الاهلي ده انا بكلم الاولاد الصغيرين دايما او في قطاع الناشئين، يعني اللي حصل مع النادي الاهلي السيزون اللي فات ان هو قدر يعتمد على حوالي 7 أو 8 ناشئين ان هم يتصعدوا الفريق الاول وياخدوا مشاركه مع الفريق الاول، ده بيديهم هدف وطموح كبير جدا ان الاستراتيجيه بقت داخل النادي الاهلي، ان قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي بيبقى ليه دور للفريق الاول. ممكن ده ما كانش حاصل على مدار سنين كتير، لكن مع وجود كابتن خالد بيبو والمسؤولين على القطاع والهدف الاول هو تدعيم الفريق الاول للنادي الاهلي وان هم يبقوا اضافات، فده اكيد اللي القطاع شغالين عليه. تسعة ده زعلوك شكله كده مبشر، يعني شفت انا بس بتعجبني او ببص قوي على طريقه جري لعيب الكوره، طريقه جري وتحركه وان هو يحطها بالشكل ده. لا يعني ده كان هدف طبعا الثاني وده هدف التقدم للنادي الاهلي، بقت النتيجه كده 3-2
زي ما كنا بنشوف اكيد طبعا قبل كده احمد سيد غريب برضو كان مأدي بشكل جيد مع الناشئين، وبعد كده ما طلع فريق اول قدر ان هو يحرز اكتر من هدف وبطريقه برضو مميزه كده، يمكن على فترات كبيره جدا بنشوف ان لا قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيبرز بعض اللعيبه. ايوه، وكان من اهمهم طبعا في خط الفيرود هو عماد متعب، من واحنا في الناشئين حتى كان لا مستواه مبشر في منتخب الشباب وبعد كده مع المنتخب الاول. ف هنا برضو راجع كل اللي بيحصل لروح الفانيل. انت النادي الاهلي بيتكلم في الناشئين ويجيب هدف بلس 90 برضو، فده راجع لروح النادي الاهلي والقتال لحد اخر دقيقه، وده اللي احنا اتربينا عليه في ناشئين النادي الاهلي. ان انت على طول بتلعب على المكسب لحد صفاره الحكم انت تفضل تلعب، لكن ده اللي كان واضح في المباراه النهارده. ده هدف البلس 90، هدف المباراه بقى، انتهت النتيجه او انتهت المباراه بنتيجه 4-3. مبروك لشباب الاهلي، فوز ان شاء الله يبقوا يعني بشوف انه ان شاء الله باذن الله يكونوا نجوم واعده. وحتى لو ما كانش يعني الاهلي دايما لو بصيت لل 18 فرقه بتوع الدوري حتى لو ما كملوش مع الاهلي بيبقوا عناصر مهمه جدا في عدد كبير جدا من انديه الدوري. بيطلعوا اعارات او بيروحوا بيتميزوا مع الفرق الثانيه وبيكونوا اضافات. يعني زي ما شفنا احمد ياسر ريان طلع واضاف لسيراميكا وبعد كده احترف وبعد كده بيرجع، وكريم ندفد والعربي بدر واحمد نبيل منجا كتير. لا لا كتير كان عفروتو وشكري وشكري وكريم بامبو، وكان سعد سمير برضو لما طلع شويه وبعد كده رجع النادي الاهلي تاني. لا محمد سمير في محمد سمير في المقاولين. لا لا في اللعيبه كتير قوي، كتير جدا كتير قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي كان بيدعم حتى الفرقه المصريه بشكل كبير. صحيح صحيح. طب نرجع لماتش بكره مره ثانيه. بكره تحط في اعتباراتك انه انت بتحضر لماتش الزمالك ولا دي قصه ودي قصه ثانيه؟ لا لازم تركيز على المباراه. مهم جدا ان انت تقفل قصه حتى التفكير لان ده هياخد منك في المباراه. حتى الراجل برده هتلاقيه مليون في المية قافل على ومركز في المباراة بشكل كبير جدا، لأن هو مش هيواجه خصم سهل، مش هيواجه خصم سهل، هو تيم أسوان وخصوصا في ملعبه، وخصوصا في ملعبه بوسط جماهيره النادي الأهلي. أكيد مهم جدا إن أنت تستغل كنادي الأهلي إن لسه حتة الانسجام فريق أسوان ما وصلهاش بالشكل الكامل، إن هو مدعم لعيبة كتير، أكيد لعيبة عندها خبرات، حمودي، إيفونا، محمد حمدي زكي، بعض اللعيبه اللي لعبت كتير في الدوري اللي مش عايز انسحب، لكن لعبت كتير في الدوري الممتاز عندها خبرات ومش هيبقى خصم سهل امام النادي الاهلي. فمهم جدا، مش عايز اقول فرقه صغيره، مهم جدا مع فريق اسوان ان انت تحسب المباراه من بدري. هتسهل عليك بشكل كبير جدا، او انت زي بلغه الكره تقول له انت مش محتاج حاجه من المباراه. مهم جدا ان انت في اول 10 دقائق او ربع ساعه تنزل تفرض اسلوب لعبك، تحسب المباراه في اول ربع ساعه، ده هيسهل عليك المباراه بشكل كبير جدا. طيب هاجي لمستر كولر وهبتدي الحقيقه بكريم فؤاد. يعني ناس كتير جدا اتفاجئت بتغييره كريم في الماتش، على الرغم ان هو يمكن كان سبب رئيسي في هدف الفوز وحسم النتيجه لصالح النادي الاهلي. وانا فاكر كويس جدا، انا فاكر الكلمه بس مش فاكر مين، يعني في نفس مكانك ده، يا اما طبعا كان الكابتن الكبير ماهر همام، يا اما كان الكابتن الكبير محمد حشيش موجودين معايا في السادسه، وحد قال لي ان الراجل لازم يفكر كولر، يعني يفكر في كريم فؤاد كجناح مش كباك يمين، كجناح. وانا قلت لك الكلام ده قبل كده. وانت قلت لي الكلام ده قبل كده. طيب يعني انا في اخر السيزون اللي فات لما كريم لعبها في اخر السيزون تميز فيها بشكل كبير جدا، كان بيلعب ورا هاني وهو بيلعب طرف يمين، كان مفتاح لعبه مهم. ايوه مفتاح لعبه مهم. هنا دي بتبقى ملك عند اللعيب، في زي ما كنا كان مع فترتنا برضو احمد صديق. بس انت بتتكلم على انه الراجل في ثالث ماتش، الراجل في ثالث ماتش وعنده اسماء ثقيله بره، يعني خلينا نتفق برضو ده معناه انه في فتره قليله جدا ابتدى يقرا او يكتشف او يعيد اكتشاف امكانيات اللعيبه اللي في السكواد اللي معاه، وفي ماتش مهم وفي توقيت مهم زي ده انا بشوفها مغامره كبيره، يعني بشوفها مغامره كبيره، مخاطره كبيره، مش مخاطره كبيره جدا، تزق كريم في الحته دي في التوقيت ده وانت لسه متعادل، كان ممكن تبقى يعني عليها علامه استفهام كبيره جدا لو المباراه انتهت لحاجه بنتيجه ثانيه. طب انا ممكن اسلط الضوء على جندي مجهول داخل الجهاز كابتن سامي قمصان، ان هو ممكن يكون وضح للراجل حاجه زي دي. أيوة. ان هو عنده ملكه وعنده ممكن يلعب، او ممكن الراجل عنده علم من الاكيد بيتكتب تقرير من الموسم اللي فات ان مين بيتميز، وده بيضيف للفرقه مين بيتميز في المكان دوت، وممكن يلعب مكانين ثلاثه، فده بيدي افضليه للفرقه. ممكن كابتن سامي قمصان
ده اللي انا اتوقعه، ان هو ممكن ادى للراجل زي ضوء اخضر كده ان كريم ممكن يلعبها ويؤدي فيها بشكل جيد، وهو كان سبب رئيسي طبعا في الهدف. لكن ده بيبقى اضافه للفرقه، بيبقى اضافه للفرقه ان انا ممكن حتى لو لا قدر الله انا ما اخسرش تغيير من بره، حتى لو عايز اغير باك رايت مثلا ممكن العب كريم فؤاد يرجع كباك رايت، او ممكن لو عملت الستارت بيها ممكن يرجع. الجواكر دول طبعا بيريحوا جدا جدا، يعني زي ما تقول اكرم ممكن يلعب باك رايت وممكن يلعب ديفندر، اللعيب اللي ممكن تنقله جوه تحركه جوه الملعب كده من مكان لمكان طبعا بيفرق معاك جدا، وبيديك مساحه اكتر في الاختيار وتنوع اكتر في الاختيار انك عايز تنزل مين مكان مين، فممكن تحركهم جوه الملعب. وكريم واكرم الحقيقه يمكن من اكتر لعيبه في الاهلي اللي بيعملوا الحته دي، زي ما قلنا قبل كده برضو ان ايمن اشرف ممكن يلعب كباك ليفت وممكن يلعب كسيرد باك، رامي ربيعه ممكن يلعب ديفندر ممكن يلعب سيرد باك، فده بيدي اريحيه. متولي ممكن يلعب ديفندر ممكن يلعب سيرد باك، هنا ده بيدي اريحيه للمدير الفني وما بيخلوش حتى يخسر تغيير. دي بيبقى الافضليه ليه ان هو يبدا باللعيب ده، يعني يبدا باللاعب دوت، غير لما بيلعب بيتغير مركز بمركز، او مثلا لعيب ما بيلعبش الا في مركز واحد. الافضليه هنا او في المقارنه لما بيجي الراجل يحط التشكيل، هو الافضليه هيبقى لكريم فؤاد لان هو بيمارس مركزين او ثلاث مراكز. الافضليه في وضع التشكيل من وجهه نظر اي مدير فني هو اللعيب اللي بيلعب لي جوكر، ممكن يلعب لي في ثلاث اربع اماكن او مكانين ثلاثه. فهنا الاريحيه للراجل في اختياراته ان هو اكيد هيلعب اللعيب ده، لان اللعيب ده بيتنقل من مركز لمركز وبيأدي المركز ده 100%. شفت برونو سافيو ازاي؟ انا عارف انه لسه بدري، يعني لسه بدري، بس انت اكيد طبعا وانت يعني كل الناس بتتفرج على الاهلي الموسم ده عايزه تشوف، بالذات كمان احنا حافظين لاعبتنا، يعني انت حافظ اكرم وحافظ السوليه وحافظ ديانج وحافظ قفشه وحافظ كل اللعيبه، لكن دايما بتبقى عينك على الجديد مستني، يعني مستني تشوف ايه الاضافه بقى. يعني احنا جبنا شادي وجبنا برونو سافيو، فانت في اول ماتشات دي بتبقى اللعيبه دي خاطفه شويه الانظار ومستنيها في كل كره تجي لها تشوف هتعملها ازاي. ابتدي ببرونو وبعدين اروح لشادي، وخصوصا ان برونو برضو ايه في حته زياده شويه لانه برونو جاي من البرازيل، يعني فاهم، ولما بيبقى جاي حد من البرازيل انت كمان سقف توقعاتك او يعني تطلعاتك بيبقى الى حد ما اعلى شويه. قريت برونو سافيو في الثلاث ماتشات ازاي؟ برونو لعيب مختلف، لما بتيجي برضو بتجيب لعيب محترف، انا مش عايز اجيب حد زي اللي عندي او زي اللي موجود في مصر، لكن طريقه لعبه والنوبه بيخليك راكب الجيم دايما طول الفتره اللي بيلعبها او طول الوقت اللي بيلعبه. لا لعيب مختلف، لعيب بيقدر ينقلك بسرعه، بيقدر ينقلك بسرعه. معلش انا اسف، هقول لك برده الناس مستنيه ايه. انت عارف لما بتقول انا عامل صفقه في البرازيل، ها فالجمهور قاعد في المدرجات او قاعد حتى ورا الشاشات مستنيه ياخد الكوره من الجون يرقص بيها الفرقه كلها ويروح فاهم. برازيلي بقى يا جماعه، احنا جايبين لعيب برازيلي، فيعني لا لا لا، هو حلقه الوصل جيده بين خط الديفندر وخط الفيرود، وبيقدر زي ما بقول لحضرتك بينقل الفرقه على طول، ما بيفقدش الكوره. مهم جدا اللعيب 10 هو ما يفقدش الكوره دايما، زي بخيل على كورته كده، الكوره بتطلع من رجله سليمه دايما، شوتنج كويس. لكن هنا برضو لما بتتكلم على لعيب كبير حته الانسجام، لا الراجل دخل على طول وبقى ليه زي الانطباع الاولاني، خد الانطباع الاولاني، عنده ثقه، قدر يخش في وسط الفرقه، قدر يبقى مؤثر في الفرقه. فده كواليتي لعيب مهم جدا ان هو كان يبقى موجود داخل النادي الاهلي، عشان كده بقول لك كل المواصفات دي لما بتكون في لعيب، هو لعيب مختلف حتى عن في الدوري المصري او عن اي صفقه بتيجي، لا لعيب مختلف في مركزه، واتوقع ان هو هيبقى ليه اضافات بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. تابعت ماتشات ثانيه غير الاهلي والاسماعيلي؟ سيراميكا. تابعت سيراميكا كسب اعتقد ثلاثه صح؟ كسب ثلاثه، كسب ثلاثه، وده كان يعني زي ما بقول لحضرتك حته لسه وجود مستر كامل ابو علي في المصري. لسه ما حصلش، حصل تغييرات كتير في النادي المصري، لكن الاستقرار اللي حصل في سيراميكا مع الجهاز الفني الموجود، هو احمد سامي وعاملين ميركاتو برضو. هي كل او مش كل الانديه، يعني اغلب الانديه السنه دي عامله ميركاتو. سوق الانتقالات كان غني قوي السنه دي، يعني في فرق دعمت ككواليتي وككم، يعني ككيف وككم. سيراميكا عمل ميركاتو كويس، المصري عمل ميركاتو كويس، اسماعيلي عمل ميركاتو كويس، بيراميدز عمل ميركاتو كويس، الزمالك عمل ميركاتو عدد في الليمون يعني كتير كتير جدا. هل تتوقع ده ينعكس على شكل المنافسه وقوه المسابقه؟ لا، هنشوف المسابقه تبقى اقوى، المسابقه تبقى اقوى، لان كل الفرق اللي حضرتك اتكلمت عنها
هتلاقي الفرق اللي بتتميز هي اللي حافظت على القوام الاساسي بتاع الموسم اللي فات. يمكن هتلاقي سيراميكا دعم بصفقتين او ثلاث صفقات في حدود اللي هو محتاجه، لكن مهم جدا ان انت كنت حافظ على القوام الاساسي اللي انت فنشت بيه. هتلاقي كل الفرق اللي مقديه بشكل جيد او الستارت بتاعها كويس هي الفرق اللي حافظت اللي على القوام اللي مكمله من الموسم اللي فات. وبتبني بقى يعني حته بناء ان انت بتدعم في بعض الاماكن وبصفقات قويه، لكن بعض الفرق اللي هتلاقيها دعمت حوالي 15 لعيب او 16 لعيب صعب جدا ان انت في اول مباراتين ثلاثه ان انت تحقق مكسب، لان حته الانسجام مش هتكون اكتملت زي ما بتكلم بعد سادس ماتش او سابع ماتش. لكن التدعيمات اللي حصلت في الفرق الثانيه بشكل كبير جدا اكيد هتضيف، بس بعد خمس ست مباريات، عشان كده هنشوف الدوري المصري اقوى من المواسم اللي فاتت. لو انت بتتكلم مع كولر النهارده وبتقول له طب خليني قبل ما اجي الحته دي تعال نروح ناخد مشاركات الناس ونشوف رايهم في يعني طلبنا منهم توقع التشكيل بكره، طريقه اللعب والتشكيل ونتيجه المباراه. عندنا حازم ضاحي اختار الشناوي ومعاه معلول وعبد المنعم ومتولي واكرم وحمدي فتحي واليو ديانج وبرونو سافيو، وده نفس طبعا نفس اللعيبه اللي لعبت ماتش الاسماعيلي، ويكون معاهم شادي حسين وبيرسي تاو ومحمد شريف. ده كان برضو واحد من الحاجات اللي كنت بتكلم فيها في بدايه الحلقه، هسمع رايك على القصه دي. لو حبيت توظف شريف او شادي على الاطراف شايف مين انسب من وجهه نظر كابتن احمد. نروح بعد حازم معانا الديب بيقول الشناوي ومعلول وعبد المنعم ومتولي واكرم حمدي والسولية وديانج، تبتدي بالثلاثه في نص الملعب ومعهم سافيو وشادي وعبد القادر. تمام، والنتيجه 3-0 للاهلي. هو كده قلب الطريقه ده 4-3-3. 4-3-3 صعب قوي في ماتش زي اسوان ارجع ل 4-3-3 بيتهيألي يعني. الشناوي هسمع تعليقك برضو ورايك كابتن احمد. ده اسلام رضا، الشناوي واكرم ومعلول وعبد المنعم ومتولي وديانج وحمدي وسافيو، الشحات عبد القادر شادي، ويمكن السيناريو ده انا شايفه ممكن يكون رايح. الاقرب ده سيناريو اسلام رضا، والنتيجه 4-0 لصالح الاهلي. يوسف صابر، تشكيله الاهلي بكره الشناوي ومعلول واكرم وبتولي وعبد المنعم وحمدي وديانج وبرونو وحسين الشحات وعبد القادر وشادي، ده نفس كوبي بيست نفس البوست اللي قبله ده يوسف صابر، والنتيجه 3-0. يحيى الصعيدي تقريبا بيقول ان شاء الله 2-0 الاهلي الاهلي الاهلي. محمد تان علي بيقول اتوقع مكان طاهر يبدا بالشحات وان شاء الله الاهلي يكسب 5-0. شايف ايه من الـ من الـ من التشكيلات اللي شفناها؟ ده راي طبعا جماهير النادي الاهلي، انت رايك في تشكيله بكره ايه الانسب من وجهه نظرك؟ ما اعتقدش ان الراجل هيغير، هيلعب بنفس الطريقه 4-2-3-1 ومش هيغير كتير عن التشكيل اللي فات. يعني هتلاقي هيلعب بالشناوي، هيلعب متولي، هيلعب بعبد المنعم، باكرم وعلي معلول، اثنين في نص الملعب، هتلاقي ممكن يلعب حمدي واليو او حمدي والسوليه، ممكن يقعد حد يعني يا اليو لكن حمدي اساسي يغير هيلعب ممكن يا السوليه يا اليو. ثنائيه اليو والسوليه مش حاسسك مقتنع بيها؟ يعني انت عايز يا اما حمدي والسوليه يا اما حمدي وديانج. لازم حمدي يبقى ثابت، لازم حمدي يبقى ثابت لان هو اللي بيعمل الكفر او بيعمل زي الستاره كده في نص الملعب، حتى على طرفين الملعب، حتى مع زياده علي معلول ده كان برضو بيلعب ده في ماتش اسماعيلي. ديانج عامل كام كوره يعني؟ انا بقول لك انا ممكن يبدا بديانج بس ديانج هتلاقيه على طول، لان ديانج بيتقدم دايما. فلو هتلعب بديانج وهتلعب بالسوليه ممكن بعض الوقت ممكن نص الملعب بيتاخد منك. تمام، لكن مع ارتكاز حمدي فتحي زي ما بقول لك بيعمل الستاره في نص الملعب حتى. فانت حمدي بالنسبه لك اساسي ومع ديانج او السوليه؟ مع ديانج او السوليه برونو قدامهم. اتوقع يلعب ببرونو ويلعب بعبد القادر وممكن شريف او شادي. يعني شريف او شادي؟ شريف اتوقع انه يبدا بشريف. اتوقع انه ممكن يبدا بشريف ويبدا الناحيه الثانيه حسين الشحات، ولو بيرسي تاو في حاله فنيه او بدنيه 100% ممكن برضو يبقى ليه دور، لكن ممكن يبدا بحسين. في اسماء بره التشكيل الاهلي اللي لعب الثلاث ماتشات الاثنين بتوع افريقيا وماتش الاسماعيلي، شايف انك محتاج تجهزها ومحتاج تحط رجلها في الملعب قبل ما تروح برضو؟ اصل برضو اكيد بكره فرصه، وبالذات لو الاهلي عمل نتيجه مطمئنه في الجزء الاول من المباراه، اعتقد انه الراجل في الوقت ده هيحب ان هو يستفيد بالتغييرات في انه يدي مساحه اكبر لكل عدد كبير من اللعيبه، يعني ان هم يحطوا رجلهم في الملعب قبل ما تسافر برضو ماتش الامارات. اتوقع اللعيبه ممكن لسه راجعه من الاصابات،
لسه راجعه من الاصابات ومحتاجه ان هي تخش فورمه. لكن اللي انا بتمناه ان هو ما يفضلش كل مباراه علي معلول علي معلول، لازم يبقى في بديل جاي زي ما كنت بشكر قبل كده في محمد اشرف. باك ليفت صغير عنده شخصيه، بعض الوقت ممكن تستغله، ممكن تستغله لان الولد عنده الشخصيه اللي هو يلعب في الفريق الاول او يلعب تستحمل الضغوط مع النادي الاهلي. اتوقع قبل اصابته كوكا كان بيلعب في اوقات كتير جدا، كوكا هايل، كوكا باك شمال او كوكا كان بيلعب في الباك او ممكن في الديفندر في نص الملعب. هنا برضه هيبقى اضافه، لكن صعب جدا ان علي يقدر يشيل لك كل المباريات او كل البطولات اللي هتشارك فيها، هيتعرض لاجهاد كبير جدا، وده اللي شفناه السنه دي. انا بيتهيالي انه بعد السوبر، بعد ماتش الزمالك، الراجل هيبتدي يشتغل على فكره التدوير دي، وممكن طبعا تلاقي اسماء يعني كل ماتش الاهلي دخلوا اسماء كتير. طيب معلوماتنا بتقول دلوقتي انه بيرسي تاو وياسر ابراهيم دخلوا قائمه النادي الاهلي لماتش اسوان بكره. تمام. الاثنين طبعا ما كانوش ظهروا قبل كده، فبالتالي فرصه مشاركتهم في ماتش بكره كبيره جدا. ايه اللي حاسس انه، واحنا متفقين طبعا انه يعني راجل تعب ثلاث ماتشات تالي كلهم مكاسب. كسبت في افتتاح دوري الابطال ذهاب وثلاث ماتشات صعبين، يعني انت بتتكلم على وصيف الدوري التونسي بتلعبه في دوري ابطال افريقيا ذهابا وعوده بتكسب، بتيجي تفتتح مشوارك في الدوري مع الاسماعيلي، والاسماعيلي كان واضح جدا انه فايق مع جريدو فبتقدم عرض قوي جدا وبتكسب. لكن خليني وبرضه هبتدي كلامي انه احنا لسه مستنيين شويه، محتاجين الراجل ياخد فرصه عشان تقدر تقايم شكل الاهلي مع كولر اختلف في ايه. لكن بالتاكيد انت برضه شفت اختلافات، يعني بصمات للهيد كوتش، حاجات عجبتك في طريقه اداء الاهلي، في اسلوب لعبه، تكتيك، توظيف، تغييرات. قريت كولر في الثلاث ماتشات دول ازاي؟ اللي عجبني في الراجل ان هو فرض اسلوب لعبه، فرض اسلوب لعبه في كل مباراه، هو مش بيهاب اي فريق، وزي ما بتكلم دايما ان هو بيلعب دايما، بتكلم على اي مدير فني ان هو لازم يلعب بشخصيه الاهلي. شخصيه الاهلي بتقول ان انا مع اي فريق لازم انزل افرض اسلوب لعبي، سواء بلعب فريق داخل ملعبي او خارج ملعبي، او فريق صغير او فريق كبير، او في دوري ابطال او في الدوري المحلي. لكن فرض اسلوب لعب ده ما يميز الراجل مع اي فريق، هو اكيد دارس نقط القوه والضعف في اي فريق تاني، لكن مع النادي الاهلي هو مدينا الاحساس ده ومدينا المؤشر ده والانطباع ده، ان انا بنزل افرض اسلوب لعبي قدام اي فريق، وده اللي حصل زي ما حضرتك بتقول في الثلاث مباريات، ثلاث مباريات كبار. ثلاث مباريات كبار، مش سهل ان انت تكسب خارج ملعبك، واكيد فريق اتحاد منستيري كان فريق صغار السن، في معدلات جري كبيره جدا، ما كانش راهب النادي الاهلي. لا هو كمان يعني انك انت تطلع اول ماتش تلعب بره ملعبك في بطوله افريقيا، بطوله قاريه يعني، وتطلع بره ملعبك وتروح تونس وتلعب فريق على ارضه ووسط جمهوره، بالتاكيد برضو بتبقى نوع من انواع الضغوط، وبتبقى انت كمان قلقان على البدايه، يعني قلقان لا يحصل مطب في بدايه المشوار كده، اكيد هيكون له تاثير سلبي، فكونه يحسب ليه انه يروح بفكر هجومي يهاجم ويحاول يسيطر ويسيطر ويستحوذ، دي تحسب الحقيقه لعقليه مستر كولر. بتكلم هنا على العقليه بتاعه الهيد كوتش. عقليه الهيد كوتش برضو دي بتوصل للعيبه، بتوصل لعيبه من واحنا في اوضه اللبس وهو بيحط التشكيل، بيحط تشكيل دفاعي، بيحط تشكيل مأمن كده، احنا بيدينا مؤشر احنا كلعيبه ان الراجل لا نازل يدافع، فهنا برضو هيبقى في حرص ان انا هاجم. لكن طبيعه شغل الراجل ان هو لا احنا ننزل نفرض اسلوب لعبنا، ده بيدي ثقه للعيبه بشكل كبير جدا، وملاعيبه متمرسه في ده، متمرسه ان هي تنزل زي ما بقول لحضرتك، اللعيبه اللي موجوده داخل النادي الاهلي عندها مقومات البطوله، بيدي له مؤشر لما بيلعب بنفس الطريقه اللي هي بتريحهم، لما بيلعب بطريقه هجوميه، لما بيقول مثلا هنضغط عالي، لما بيقول مثلا مين هيتحكم في رتم اللعب داخل الملعب، ده بيدينا مؤشر احنا كلعيبه لا احنا نازلين نكسب، نازلين زي ما بقول لحضرتك بنلعب بره، احنا لعيبه متمرسين على حته تحمل الضغوط. لكن دي راجعه للعيبه وهتساعده يعني زي ما بقول لحضرتك، لعيبه هتساعده ان هو ينفذ طريقه لعبه، وده الواضح في الثلاث مباريات، وده اللي هيبقى واضح في المباريات اللي جايه، اللعيبه هتساعدك ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك، تنزل تهاجم اي فريق، تنزل عايز تضغط عالي، معاك الامكانيات اللي تخليك تقدر تضغط عالي ازاي وفي وقت معين، واللعيبه ازاي كلها بتضغط في وقت معين، دي بترجع للتمرين، وده اللي كان راجع في المباريات الوديه اللي الراجل عملها. هو كان بيحصل روتيشن بشكل كبير جدا في المباريات الوديه، بيجرب في مراكز كتير جدا لعيبه لحد ما وصل لانسب تشكيل. لا الراجل انا بشوف ان هو لسه عنده كتير هيقدمه النادي الاهلي. لو في دماغك صفقه
لو انت شايف انه احنا عندنا يعني صفقه اجنبي خامس اتاجلت الى حين يعني، والاهلي كان حط عينه على اكتر من اسم، ويعني ابتهالي انه القرار ده يمكن يعني اراده ربنا انه ما يحصلش قبل بدايه الموسم، شايفه انه بيصب في مصلحتنا لانه عندنا جهاز فني جديد، كولر جاي مش عارف لسه، مذاكر الاهلي، شاف فيديوهات، عارف اللعيبه، شاف تقارير، يعني كل ده حسابات، وانه يدير الفرقه ويشوف اللعيبه في الملعب ويشوف استجابتها لتنفيذ تعليماته وطريقته وفكره قصه تانية. فبالتالي وجوده هيخليه يقرا قماشه اللعيبه اللي موجوده معاه ويحدد هو محتاج يدعم بالصفقه الخامسه دي فين. ممكن تبقى ليه وجهه نظر مختلفه، لكن من خلال شكل الاهلي لو انت النهارده بتفكر تدعم كاحمد عادل، ايه المركز اللي شايف انه على الاهلي انه يستغله في الصفقه الخامسه؟ محتاج حد ورا، محتاج حد ورا. محتاج حد ورا. وانا مش عارف ليه كل المدافعين رايحين لحد ورا. لا انا شايف انه حد ورا عندنا زي الفل على فكره. لا لا هو هيضيف يعني اي حد، لكن لو بتتكلم على سكواد النادي الاهلي هو مش محتاج. مش محتاج كل اللعيبه موجوده، لكن هيحتاج في بعض الوقت حسب سيطره الراجل. انا ممكن اجيب صفقه وانا ممكن ما بقاش محتاج حد. فممكن تعمل لي مشكله، لكن سيطره الراجل على اللعيبه كلها وده بيرجع لقوه الشخصيه. قوه الشخصيه ان انا هواجه برضه في بعض الاوقات. ما تحتاجش راس حرب اجنبي، ما تحتاجش مثلا مارسينيو صفقه الاهلي. بمناسبه كده اخد رايك كلاعب كوره، يعني لعيب كوره، سيبك من انتمائك، يعني كلاعب كوره، لعيب زي مارسينيو اكيد انت اتفرجت على فيديوهات ليه، ولعيب زي بن شرقي، مين كورته تعجبك اكتر مثلا يعني؟ لا وهو موجود داخل النادي الاهلي؟ لا لا بره النادي الاهلي. انا بكلمك لعيب كوره دلوقتي، سيبك من يجي الاهلي او ما يجيش الاهلي، مش قصتي خالص. انا بكلمك انت شخصيا، يعني مين يعجبك اكتر؟ مين تحسه اتقل في الملعب؟ بن شرقي. بن شرقي. بن شرقي لعيب كبير. بن شرقي لعيب كبير ويضيف. ويضيف، بس هنا وجوده داخل النادي الاهلي، سيبك من قصه وجوده النادي الاهلي، انا باخد رايك في لعيب كوره. لا بن شرقي. بن شرقي. بن شرقي لعيب كبير جدا. وزي ما قلت لك مختلف. لعيب مختلف عن الناس اللي عندك، مختلف عن حتى الصفقات اللي انت بتجيبها او بتتعاقد معاها. لا لعيب بيضيف للثلث الامامي. الثلث الامامي متنوع في طريقه ما تقدرش تحدده. في لعيب بيلعب عليك ما تقدر تحدده او لما تتفرج عليه كذا، لكن بن شرقي تقيل. طب اخد توقعاتك بقى يعني انت مش موجود معانا الاسبوع ده، بدات معانا الاسبوع. انا قلت انه الاسبوع الاهم، رؤيتك سريعا او توقعاتك للمباراه اللي هتجمع بين الاهلي والزمالك في بطوله السوبر. اكيد هتبقى مباراه قويه. مباراه قويه، وخصوصا مع مدرب كبير مع نادي الزمالك. لكن اللي مطمني بشكل كبير جدا هي حاله النادي الاهلي. حاله النادي الاهلي، وان اللعيبه محتاجه البطوله دي، اللعيبه محتاجه البطوله دي، المجلس محتاج البطوله دي. انت لما خصوصا امام نادي الزمالك، انت وانت في اوضه اللبس في النادي الاهلي لما كنت بتبقى طالع خسران بطوله او لقب وداخل على بطوله بعدها، القصه كانت بتبقى ايه؟ القصه بتبقى شراسه. بشراسه، وخصوصا المنافس التقليدي ليك. وخصوصا انت لما بتجيبها منه، يمكن جربتها في اكتر من مره واكتر من بطوله، ما خدنا 4-3 حتى من نادي الزمالك. لا بيبقى لها طعم تاني وحاجه مختلفه. لكن دايما النادي الاهلي بيرجع الغريم التقليدي طبيعي جدا يبقى ليها طعم تاني مختلف. أكيد، اكيد. يعني انت خدت النجمه العشره، خدت التاسعه وراها العشره، لكن تفضل التاسعه في حته تانية خالص عند جماهير النادي الاهلي، صح؟ القاضيه ممكن تمام. بتبقى مختلفه. مختلفه ده وضع طبيعي يعني، لكن النادي الاهلي بيرجع اقوى اقوى. وده اللي احنا توقعناه مع خساره بطولتين امام نادي الزمالك، لكن هتلاقي الموضوع اقوى، بطوله هتبقى مختلفه ومميزه وهتضيف اكيد لتاريخ النادي الاهلي. واللعيبه عندها ده، يعني اللعيبه عندها ده وحاطه في ذهنها ده اكيد. اكيد طبعا. يعني بنتمنى طبعا العرض بكره. انا قلت في بدايه الحلقه انه انت بكره بتتفرج على المباراه وذهنك وجزء من تفكيرك رايح كجمهور، وسيبك من اللعيبه. انا متاكد طبعا انه كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كولر وكابتن سامي قمصان بعدين تماما، وما بيفكروش وما بيسمحوش بفكره الكلام على ماتش السوبر، كل التركيز على مباراه اسوان. لكن انا بتكلم كجمهور هتتابع ماتش بكره وانت عايز تطمن، عايز تشوف شكل، عايز تشوف روح، عايز تشوف اداء يطمنك قبل ما تروح ان شاء الله لمباراه السوبر. وزي ما كانت بدايه الموسم الحقيقه اكتر من رائعه، نراهن على استمرار ده في مواجهه اسوان بكره، مع كامل الاحترام طبعا لفريق اسوان، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم عرض قوي جدا يطمن بيه
جماهيره ان شاء الله قبل ما نروح بقى رحله الامارات. بشكر كابتن احمد عادل، شرفتنا ونورتنا وبنسعد بيك دايما، على وعد ان احنا نتقابل بعد بكره بس مش على الهوا في ماتش كوره ان شاء الله. ان شاء الله. نورت الدنيا. جاهز انت؟ جاهز. انا بحاول بسخن من دلوقتي اهو. نورت الدنيا كابتن، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وشكرا لكل الاهلاويه اللي تابعوا حلقه النهارده من السادسه. هارد لك خساره النهارده. هنبول طبعا ماجد بيرج في السوبر جلوب، بس ما زال حلم الاهلاويه في ميداليه في كاس العالم ما زال باقي، وباذن الله ان شاء الله تبقى برونزيه جديده في السوبر جلوب تضاف لبرونزيات الاهلي في كره القدم بقى في بطولات كاس العالم للانديه. بشكركم على المتابعه، وان شاء الله نتقابل قريب في حلقه جديده من السادسه.